بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله راحين نشوفوا وصفه قريوش مره اخرى. انا هذا القريوش راح نديرو عندي مناسبه ان شاء الله، راح نشارككم هذا المناسبه معايا. قلت نديرو معاكم، راح نبدل في الشكل فيه، ولكن العجينه راهي نفسها اللي كنت درتها معاكم من قبل، انا راح نزيد في الكميه برك. عندي هنايا 800 غرام تاع فارينة، عندي 200 غرام من المارغرين تاع التوريق ذوبتها، خليوها هنايا شويه تدفى شويه. اللي لقيتوها سخونه جاتكم دافيه، الماء ثاني ديروه شويه دافي هكا باه ما يديرولكمش حبيبات في العجينه. عندي حبه تاع بيض تكون متوسطه الحجم، الفانيليا كيس واحد من خميره الحلوه، والملح. هذا واش راح نحتاج انا في العجينه تاعي. راح نبدا اول حاجه بسم الله نحط النواشف. عندي الفانيليا نحط لها كميه مليحه كما راكم تشوفوا، زوج ملاعق. راح نملحها، ندير الملح هنايا باه الا لقيتوا الملح تاعكم جاي حرش شويه هكا كما انا، نحطه هنايا في العجينه هكا باه، عفوا في الماء باه يذوب. هنا خلطت بين الماء وماء الزهر. هذا راح اول حاجه نحط هذيك الزبده. هنا الاخوات كاينين يتسائلوا بزاف، نقدروا نعوضوا هذا المارغرين تاع التوريق بمارغرين العاديه؟ نعم تقدروا تعوضوها، هذه ما ذابتش بالكامل، ولكن هكا برك راح نحكوها وتذوب بهذه الطريقه. وراح اول حاجه اني نبدا نبسس، نوجد هذه توالي هكذا لا تجيني الخدمه نقيه من هذو السوائل، ومن بعد نبسس هذه. بسم الله هنايا راح نحط الحبه تاع البيض. اول حاجه نحط لها شويه تاع الماء، نحطها نحط هذاك الكيس تاع خميره الحلوه. لهنا نبدا نجمع بالماء. هنايا هاي لك بعد ما لميتها، راح نخليها ترتاح في الثلاجة، يعني الوقت اللي عندكم الأحسن أنها ترتاح مدة طويلة. بعد ما نريحها الوقت اللي عندي إن شاء الله نرجع لكم. إذا هنا هاي لك العجينة تاعي، أنا بعد ما ريحت واش درت لها، حكمتها عجنتها في الماشينة تاع تريدة، يعني كيفاه عجنتها كنت وريت لكم من قبل، نحكم هكا بالقطعة ونطرح في الرقم الخشين، نروح نولي في الرقم الخشين حتى ترجع لي العجينة رطبة ملساء. هذه هي، وراح ناخذ بالقطعة هكا، راح نديرهم هذو في كيس، نديرهم في كيس هكا، ونبدأ بالوحدة نخدم بهذه القطعة الأولى ونطرحها ونبدأ نورق فيها. لهنا راح تشوفوا معايا، اول حاجه نحكم القطعه هذه الاولى. انا الاحسن يعني نصيحتي لكم انكم تعجنوها في الماشينه، انا جربت اني نعجنها بيدي، وجربت اني نعجنها بالعجانه، وجربت نعجنها بهذا الاله التوريق، ولكن النتيجه رائعه بآلة التوريق وسريعه افضل من انك تعجنها بيدك. اول حاجه ندير شويه نشا، نعاون روحي به ونطرحها، نرقها شويه ونورقها.
اذا هاي لك هنا بعد ما طرحتها تقدروا حتى تطرحوها في الماشينه. راح نورقها بالنشا، نحط كميه تاع النشا هكذا، نحط نطويها هكذا بهذه الطريقه، نزيد نحط الجهه هذه ثاني ديالها النشا ونطويها بهذه الطريقه ونعاود نطرح. هكذا راح نرقها الان في الماشينه، ندير في الخشين بلاص من جهه الطرف. هكذا هنا هايلك بعد ما رقيت هذيك العجينه ديروها في الماشينه، ما تكونش رقيقه بزاف، ماشي الرقم الاخر خلاص، يعني ديروها شويه خشينه ما قبل الاخر يكون افضل. هنا راح ندير الشريطه، راح نحي الزوائد اولا. هكذا ندير شريط 20 سنتيم هكذا على 10 سنتيم، نحي هذا الزائد. اذا بعد ما شكلت هذا الشرائط كما راكم تشوفوا، راح نحاول نقطعها هنايا ندير ثمن اشرطه، نحاول نديرها ثمن اشرطه، يعني الخطوط راحين يكونوا سبعه. بسم الله. هكذا هذا 1 2 3 4 5 6 7 8. اول حاجه نحكم، نفتح هذوك الاشرطه، هكذا بعد ما حليتهم راح نثنيها على اثنين، ونزيد نثنيها على اثنين مره اخرى، هكذا يخرجوا لي زوج اشرطة. هنايا في الجناب هذو نحاول نثبتهم هكذا، نضغط عليهم مليح من جهه يرقاقوا ما يجيوش خشان، ومن جهه يتثبتوا مع بعض هكذا كما راكم تشوفوا. اذا هنا بعد ما ضغطت هذو الجناب مليح، راح نحكم نحي الزوائد على شكل مثلث. ضروري هذه المرحلة، ومن بعد نجيب سباتي الاثنين هذو نديرو تقريب زوج أصابع هكذا، ونثني ونزيد اللهن، ونثني ونزيد اللهن، ونثني يلتقي. ولا هنا مكان الالتقاء هذاك ندهنوه بالبيض، بياض البيض هكذا، نحاول نضغط شوية به يتسكر وتخرج لنا بهذا الشكل. اذا هنا بعد ما حطيت الزيت هذاك يسخن، راح نلوح الحبه. بسم الله. نحاول هنايا نعاونها بالفرشيطه هكذا، باه تنفخ كما تشوفوا هكا، تتشكلت على شكل وردة. هنايا النار تكون هادئة، ما نقوي بالهاش باه طيب على خاطرها، نقصت لها الاخر، خليها حتى تاخذ لون ذهبي خفيف ومن بعد نحيها.
اذن هنا بنفس الطريقه راح نكملهم، عفوا راح نكمل نقليهم ومن بعد نوريه لكم في الشكل النهائي. ها هي كيف تخرج. اذا هذا هو القريوش تاعي كما راكم تشوفوا هنايا، كنت عسلته بعسيله ما تكونش ثقيله بزاف ثاني وما تكونش خفيفه بزاف كما دائما نقول لكم. درت له شويه تاع جلجلان ودرته في الكيسات. هنا العسيله ما تسخنوهاش بزاف، يعني شويه فقط تكون دافيه. وعسلوا تاعكم القريوش، سمحوا لي فقط كنت المقطع الفيديو اللي صورت لكم فيه الصحن النهائي تحذف لي، على هذا اضطريت نحط لكم الصور. نتمنى ان شاء الله القريوش يعجبكم، يخرج لكم خفيف روعه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، واذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.